السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي كل سنة وانتم طيبين. يعني رمضان داخل علينا، فدلوقتي ايه هبدأ ان انا اعمل معاكم يعني حلقات كده اهوت، عشان ايه يعني نعمل منها عصاير كده اهوت وحاجات كده تبقى سهلة وخفيفة عليكي تقدري اللي انت تعمليها يعني بكل سهولة. هنشوف مع بعض يا حبايبي يعني هنحتاج لايه النهارده. هنعمل معاكم بودرة العناب وتعملي منها عصير، يعني هتبقى الوصفة سهلة جدا وبسيطة، وكمان يعني ايه تبقى عندك بقى ايه يعني ممكن تعمليها طول السنة، يعني مش شرط في ايام رمضان بس. كل اللي احنا هنحتاجه ربع كيلو سكر، كوباية سكر معانا، وهنحتاج 1/4 كيلو عناب. ممكن تقدري لو انت عايزة تزودي ممكن ايه اللي انت ايه تزودي يعني. بالنسبة للعناق زي ما احنا شايفين كده اهوت، انا حطاه دلوقتي حطاه في صاج. طبعا انا لما بجيبه من عند، لما تجيبي من عند الراجل لا لو لقيتيه اللي هو يعني رطب شوية حطيه على صاج، وبعد كده اهوت دخليه الفرن بس ايه شوية كده، يعني 5 دقايق بس ولا 10 دقايق، لحد ما تحسي اللي هو ايه بقى ناشف ايه معاكي. شايفين يعني حتى الحباية اهيت، سامعين بتكسر معايا بكل سهولة، فكده مش هيعذبني وانا يعني وانا بطحنه كده في الكبة بتاعته الخلاط. هنا بقى انا هبدأ اللي انا ايه احطه كده اهوت. سامعين الصوت؟ طبعا لو انت جبتيه من عند الراجل وهو يعني هو رطب شويه وجيتي تعمليه هيعذبك بصراحه، مش يعني هتحسي اللي هو فيه قطع. كفايه كده اهوت، عشان ايه حتى انا هعملهم على مرتين. ناخد نص كوبايه السكر شايفين؟ بيبقى معانا بنفس الشكل كده اهوت. هكمل كده اهوت يعني هنعمه كويس جدا لحد ما اخليه بودرة، وبعد كده نرجع تاني عشان ما اطولش عليكم. ما دلوقتي حبايبي انا كده انا عمته كويس جدا لحد ما بقى ما خدش وقت كتير، لان انا طبعا زي ما وريتكم كنت انا يعني اديت تحميصة كده للعناب ذات نفسه اللي هو الكركديه، فطحن معايا بقى بودرة. شايفين؟ نعم بقى ناعم خالص، فالخطوة ديت مهمة جدا. نعم طبعا العناب معاكي الكركديه لو معاكي في سنة رطوبة ما كانش هيبقى كده، يعني ما كانش هيبقى بودرة كده. هنجيب معلقة برضو اوريها لكم. شايفين بقى ناعم خالص. هحط دي بقى كده في الطبق. والصيف كمان، الصيف كمان طالع، وطبعا هنحتاج مشروبات كده كتير بقى في الصيف. وان شاء الله كده اهوت برضو هعمل معاكم شويه عصاير كده اهوت برضو تانيين. كده بقى انا هنكمل بقيه الكميه كده بنفس الطريقه.
هضربهم برضو كده بنفس الطريقة بقية الكمية ونرجع تاني. يعني كده كده حبايبي، انا كده ضربت كده بقيه ال يعني بقيه العناب كده مع السكر، الكميه اللي كانت فاضله معايا اهيت، خليتها ايه يعني ناعمه خالص. فدلوقتي بقى ايه، حط برضو اللي انا احطها وهقلبهم بقى ايه كده مع بعض ده. بقى ناعم ايه خالص، بودرة خالص. طبعا في ناس ممكن تكون بتجيب الـ يعني العناب كده من عند الراجل وتطحنه على طول فبيعذبها، ممكن تكون يعني ما عندهاش فكرة في حتة التحميص ديت، بس دي هتسهل عليكي كتير فعلا. نعم، دلوقتي ايه كده خلاص هجهز بقى ايه عشان نعمل مع بعض كده ايه كوباية عناب يعني معتبرة كده، فهنوقف ونرجع تاني. دلوقتي يا حبايبي هنعمل مع بعض كده مشروب العناب يعني بطريقة سهلة جدا ايه وبسيطة. فدلوقتي ايه انا هنحط ايه ده كده بقى معايا ايه ده كده لون سايق، لا لون نبيتي انا عاملاه ده كده ايه عاملاه في فيديو تاني لوحده، فهقول لكم برضو انا عاملاه ازاي، هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو وتشوفوا الطريقة ايه خطوة بخطوة. انا بقى ايه هنيجي كده اهوت، انا معايا كوباية مية حط عليها 3 معالق صغيرين سكر، هبدأ ان انا اخد معلقه كده اهوت، يعني معلقه مش مليانه قوي يعني مساح، معلقه كبيره كده مساح اهيت، حطها برضو ايه حطها انا اهوت. شايفين انا لسه ما قلبتش. غير ما احط اي حاجه خالص ايه عليها، هقلب السكر اللي هو كويس ونرجع تاني. شايفين اللوق تحفه بصراحه. دلوقتي حبايبي انا قلبت كويس السكر وزي ما احنا شايفين هو يعني مش محتاج كمان ايه لون ولا اي حاجة. فدلوقتي ايه لو انت عايزة تزودي فيه لون فيعني هناخد من هنا كده شوية، ده كده اللون ده اتعمله من البنجر، عشان برضو ايه هسيب لكم برضو الرابط بتاعه في اخر الفيديو ده هو عشان تعرفوا ايه يعني عاملة 3 انواع كده من ال 3 انواع كده من الالوانات من الفيديو ده هوت من البنجر. فبصراحة الطريقة جميلة جدا، اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو عشان برضو ايه هيعجبكم. ما انا شايفين سنة اللون ما هبدأ ان انا اضيفها كده هوت سنة صغيرة، طبعا بيديله ايه البنجر كل يعني كله فيتامينات، فهو يعني مع العناب هيدي يعني هيبقى مشروب جميل جدا بصراحة. يعني مجرد نص معلقة بس ايه صغيرة ان انا ايه ضفتها. دلوقتي حبايبي هبدأ بقى انا ايه اصبه كده اهوت في الاكياس، شايفين اللون بتاعه تحفة بصراحة.
نقطة بس من العصير نزلت على حرف الطبق، بشيلها بشيل بقى الكوباية ديت. ده كده حبايبي كان مشروب كده العناب معايا النهاردة. أتمنى للفيديو حبايبي يكون عجبكم، ما شايفين شكله جميل ازاي يعني. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو انت بقى تعملي منه كميه ممكن انت تاخدي يعني معلقتين كبار كده اهوت على شفشق الخلاط، وتضيفي بقى السكر اللي انت حباه، طبعا السكر ده اختياري، وتضربيهم مع بعض يعني هيبقى جميل جدا. نعم لو انت حابه تزودي يعني لون اللي هو لون البنجر، ممكن انت تضربي معاه برضو ايه، تحطي معاه في وفر الخلاط وتضربيهم ايه مع بعض، وبعد كده بتدخليه بقى التلاجة وتقدميه ساعة الفطار، بيبقى مشروب جميل جدا. نعم اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراقي، ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت اللي انتوا تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي بقى الكمية ديت هحطها بقى في برطمان واحتفظ بيها ايه في المطبخ ايه عندي يعني.